بداية أسبوع جيدة، بداية أسبوع فيها الفرحة، فيها التفاؤل بغدوة، فيها الصحة، فيها العافية، فيها الستر، فيها تحقيق الأمان يا ربي للناس كل اللي يسمعوا فينا على الكياس، على شان يوتيوب إف إم، على موقع التواصل الاجتماعي إف إم. هذه إيميسيون امبوسيبل تبدأ كالعادة بالأخبار، بالمعلومات، بالمعطيات، في انتظار عبستار اليوم ما يجيش، عبستار على طريق الهاتف اليوم نهار اثنين يرتاح، لكن بحضور مراد الزغيدي. صباح الخير. صباح الفل برهان، صباح الخير للي يسمعوا فينا الكل، وصباح الخير خاص بالنسبة لي كنت. أنا كنت وقعتها جمعتين التالي وأنه نهار 7 نوفمبر بستيخو نوتين 17 دقيقة، وشوف الصدف معناها أنك كنت في الموعد، معناها ذكرتنا بهذا التاريخ. وكان يمكن أن يكون 7 نوفمبر ما هوش فقط يا جماعة ذكرى التحول المبارك في روايتي برهان، بل ذكرى نبض الحياة من جديد يا سي برهان. يقولوا لك مثال شان الأولاني، ولكن نتكلم باسم الفريق، نقول لك مبروك، مبروك ليك، مبروك لبنوتك. هو 4 نوفمبر ومرحبا بيوسف، لا فتحي هارون، بفتحي هارون رجعت روسك، رجعت روسك ليه فتحي هارون، فتحي هارون خممت في يوسف لأنه كنت نحكي مع أم حامل باش تسمي ولدها يوسف بالضبط، بفتحي هارون. وبرافو للأم، وخاطر اسمع التهاني لي كل الزوج والأب واللي تحب أنت يا مراو. صحيح صحيح، هي الأم، هي الأم، هي اللي عملت، وهي اللي عانيت، وهي اللي حملت. وانت تشوف البنات يا ربي يفضلهم لك يا ابو امين، ديما تشوفهم صغار ماكش تصدق انهم اللي امهاتهم. شفت انا تصدمت لاباس. يعيش زياد الهاني، صباح النور، صباح الخير، صباح الفرحه، صباح الورد وصباح الافراح، كل التهاني في قلبيه. ألف ألف مبروك مرة على الحفيد السعيد، وإن شاء الله مبروك عليكم وعلى أمكم وأبوه، وإن شاء الله ربي يتربى في عزكم وفي خيركم. أصبح الخير لكل أهل الخير، كل من قصد الثنية بتاع خير إن شاء الله ربي يوفقه فيها. زميلنا خالد العبيدي اليوم أسعدني بتمريره في برنامجه المتميز بتوقيت جرينيتش، بتمريره الأغنية من أحب الأغاني إلى قلبي للطفي بوشتاق من كلمات آدم فتحي، أغنية هذه غناية ليهم من القلب. نحييهم الناس اللي تعاني ومساتهم الأغاني ويذوبوا كالشمعة، ويذوبوا كالشمعة. ما يصير شو تحكي عليهم اللمعة، أنا جبت لك حاجة من راسي مش مشكلة ولا يلا على الوزن، على الوزن تقبلوني بالهدية. أما وزير الداخلية توفيق شرف الدين فقل له طبق القانون واحترم قرارات المحكمة الإدارية. هذا هو هذا هو هذا هو اي ولا خبيوا الدمعة، خبيوا الدمعة، توا جات النجدة من ويخبيوا الدمعة، خبيوا الدمعة عيونها ليهم. واللي اكثر شيء يسعدهم وقت اللي يروحوا بحاجة تفرح صغيراتهم فيعنقوهم ويقولوا لهم يعيشك بابا. الحمد لله زياد، الحمد لله. جاني الكلينيك يا مراد طول مباشرة، عملت عليه باش يذن في ظن الرضيع، في ظن الحفيد سي نجيب الدزيري، شفته يتمتم، لكن اقتربت من واحد لقيته له يذن له شيء قاعد يقول له الفصل الرابع من الدستور 2022 راهو سيد الرئيس الشعب يريد، وش تعمل؟ قلت له نجيب، قال لي هذاك عليه، راهو تولد في الجمهوريه الثانيه يلزم يكون ولد الجمهوريه الثالثه. نجيب تزيري صباح خير. صباح النور، صباح خير تونس، مبروك للقوى الثوريه زياد فتحي هارون، مبروك امينه ونسيبي لانجر سيبك لانجر ان شاء الله كيما راه عندي لين. يعطيك الصحة سي بريان، بارك الله فيك. كيف في بالك اللي في بمناسبة 7 نوفمبر الشعار تنزل فيه يسقط نظام السابع قام عامله تابع، جو وانتصر الثوار على القمع والاستبداد بتاع 7 نوفمبر. وشوف الدنيا مش دايمة، حط لي محمد حسن في 7 نوفمبر طلوا عليها رجالها، حط لي وان شاء الله يجعلك شاد العقل وتنخرط مع قوى شعبنا في الثورة. هاني منخرطي خير، مانيش في انخرطون. يعيش كريجي غفران بنوس، صباح النور، صباح الخير، صباح الفل، اشرقت الانوار يا سيدي، ان شاء الله كل شيء بالبركه بابا عزيزي، ونقول زيد المامي سلوى ان شاء الله كل شيء بالبركه، وامينه وزوجها والكل ان شاء الله يتربى في عزكم، وان شاء الله ديما تجينا الاخبارك. والله يعني احسن حاجه نعتبرها في الزواج هو جيبان الصغار، باقي كل واحد يلحقهم الصغار. والله ما يلحق باش نبداو توا المساكنه. يلا بطبيعه ما خيرش ما نهير تاع بدايه اسبوع كالعاده، نبداوه ب اللهم لك الحمد ما شاء الله لا قول
ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا رب. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. أمين. يا رب العالمين. أمين. اللهم بارك لنا وعلينا. أمين. وبارك لنا في أرزاقنا وفيما أعطيتنا. أمين. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اكتب لنا بكل خطوة سعادة. أمين. وكل نظرة عبادة. أمين. وكل بسمة شهادة. أمين. وكل رزق زيادة. أمين. اللهم لك الحمد والشكر، أطعمت وسقيت وكفيت وأغنيت وهديت. يا رب. اللهم امنحنا سترا يحجب ما اقترفناه. أمين. وعلما يزيل ما جهلناه. أمين. ورزقا يفوق ما تمنيناه. أمين. اللهم أننا نسألك أن تحفظ علينا النعم. يا رب. وتدفع عنا النقم. يا رب. وأن ترزقنا سعة الرزق. يا رب. وراحة البال. يا رب. ولباس العافية. يا رب. يا رحيم يا رحمن. يقول اللهم علم أبنائي وأحفادي ما جهلوا. أي والله. وذكرهم ما نسوا. أيوة. وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع الدعاء. يا رب. اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. أمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. أمين. الله الله عليك يا مراد، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. حتى مراد يدعي. ها؟ وي بيان سور والله. بيان سور. لا والله محلية مراد. لا 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 مراد والله من الأول كنا متفقين أنه نتناوب أنا وياه، لكن قال لي أنا عفيني خاطر في الدعاء الصباحي، أما قال لي أنا راني مانيش مواظب، مانيش مواظب، مانيش مواظب على الحضور هذاك عليه. يلا شي ما لافوت رفيق. يا المؤامرات اللي هذا تصير كل كل نهار نعطيه حقه يا سي نجيب، كل نهار نعطيه حقه. بالامن والامان. يلا ال 27 دقيقة في نهار 7 نوفمبر 2022 كيما نهاير قاعد يستنى فينا من وراء الهاتف نتاعو عبد ستار اعمامه. يا عبد ستار صباح النور. نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام. يعيشك يا عبد ستار ان شاء الله سعيد. يعيشك يعيشك. ها اش عندنا اليوم؟ والله عندنا يوم حدث مهم جدا، 7 نوفمبر، تاريخ عظيم في حضاره تونس وفي تاريخها. ايوه. يوم مجيد يكتب بماء الذهب. خاطر اليوم هو ساعه سمحني هو 7 نوفمبر عام التاش يا مجيد. عمتيش قالك يسأل 87 87. أيوة. أنا مش أحكي لك يا سي نجيب على 7 نوفمبر 1911. سلام النبي عليك يا سيدي. خطر خطر الجلاز. حديث الجلاز أول مرة أول تظاهرة شعبية سلمية قاموا بها التوانسة تجاه المستعمر الغاصب واللي واجهوا فيها بقوة السلاح والقتل. حيثية الحكاية هي أنه بلدية الحاضرة وقتها بلدية تونس قررت أنها تستقطع جزء من مقبرة الجلاز اللي المقبرة الإسلامية المعروفة مش تعمل فيها كياسات وقناطر وكذا خارج باب عليوة، وحبوا يسجلوها في دبر خانة مش ينجموا يعملوا هالقطع هذا ونحيوها الأجزاء هذه. يا أخي التوانسة قالوا يا عيتي للخلاء كيفاش ينسونا المقدسات الإسلامية، وقرروا أنه في اليوم الموعود يوم 7 نوفمبر 1911 أنهم يجتمعوا قدام الجلاد باش يدافعوا على معناها حرمة المقبرة نتاعهم. الاجتماع المجلس البلدي لين معناها البارح في الليل، كيما البارح في الليل اجتماع معناها مفاوضات عشية كاملة، وصدق غيلب اللي هو كان رئيس البلدية وقتها لكن ما تعرف وقتها وقت الاستعمار رئيس البلدية التونسي تقريبا سوري النائب نتاعو اللي هو فرنسي هو اللي تعرف كل شيء، مع هذايا نجم يخلي المجلس البلدي يتخلى على الفكره هذه وما يسجلش هالارض هذه، لكن بالطبيعه وفات المداولات في الليل وما فماش بالطبيعه اتصال بالناس يقولوا ان الشيخ المدينه سيدي صدق غايلب واتباعه من التوانسه ومعنى الناس معنى العارفين وكذا خرجوا يدقوا على الديار يعني في الليل يدقوا على الناس يقولوا ما تخرجوش راهو الفرنسيس عملوها بالعاني مش يعمل لكم مصيبه، لكن بالطبيعه ما نجموش يتكلموا الناس الكل، وخرجت العباد وتجمعت واحد يجيب واحد وتلموا من صباح بكري من الفجر
هما قدام المقبرة، داروا بأم الفرنسيس، فرمونا وشات كلامية، بعض التوانسة هزوا حجر برموه على بعض البوليسية، في دماغ بوليس طاليان، معناها جبسية إيطاليا اللي كان مع الفرنسيس، فصار فائر الفرنسيس، وأطلقوا النار على التوانسة العزل، والقوا القبض على مجموعة كبيرة من الناس، ومنهم جزء من الناس منه بيجرجر محمد الكتاري اللي وقع محاكمتهم، ثم معناها شنقة في نهار معناها في نهار، والقائلة معناها في باب سعدون، في بطحة باب سعدون قدم الناس، رغم اللي في العادة حاجة زي تم معناها ويكلو، معناها شنقة زي تم ويكلو، لكن ساعات المستعمر يعملها بالعاني مشرفة بالناس، العبرة لمن يعتبر، عبرة لمن يعتبر. ومن وقتها ظهرت وقتها الأغنية الشهيرة بالرويجة ما ترد أخبار على الجرجار يا عالم الأسرار صبري لله، اللي يقولوا أم الجرجار رات ولدها يتقتل معناها خرجت على عقلها، خرجت من عقلها مسكينة، وولات تقول في الكلام ذي في الشارع وكله، كتبوا بالضبط. عليها الأغنية اللي بعدش مش غنيها السيدة ليلية الدهمي، فكتبت كتبت معناها اليوم هذايا كتب في تاريخ تونس يكتب بماء الذهب، لأنه يوم معناها وراوا التوانسة فيه أنه من نجمه يتفضيوا سلميا معناها بيديهم العزل معناها بحد شيء قلت لك هذا حجر ما هو حجر وقتها والهنا ثم إشارة ملاحظة صغيرة أنه هذول من الناس اللي وقعوا إعدامهم الجرجات والكتاري من مين جرام حمد الكتاري يختارون واحد من ربط بالشيقة واحد من ربط بالزيرة كيني بالعاني تعملت معناها الربط الربطين معناها تقريبا الأمد الكبرى بتعمل تونس وراوهم أنه خافوا معناها رغم اللي هو كان راجل وطني وعمل بجهده مسكين مقدر علي حاجة الأخرى اللي الحاجة الثانية اللي صارت كما اليوم هو 7 نوفمبر 1912 ميلاد الفنانة الكبيرة زكية المراكشي اللي مش تعرف باسم شافية رشدي ولدت في مدينة ساقس كما اليوم شافية رشدي فنانة كبيرة نحكي عليها فرصة أخرى خاطر الوقت ممكن تسمحش شوف مناسبة أخرى نحكيها لها لكن حد نقول نجيب أنه من الحاجات من القواعد الأولى اللي علموها لي في الجامعة في كلية الأداب والعلوم الإنسانية قسم تاريخ أنا ما نجم نحكيه على التاريخ كان بعد 50 سنة نعطي موعد إن شاء الله قدرة ربي بعد 40 سنة تقريبا أقل شوية بعد 20 سنة دو نتلقاو إن شاء الله ونحكيه على 7 نوفمبر 87 يلا هذا كان عبسة ترعمامو في كيما هنهير مش فاحكي وش 7 نوفمبر 87 وين كنت انا كنت مراد ماشي نقرا في الصباح في ليسي خزندار ايواش وفوجئنا بكره بوليسيه وتانك اي بعد الليسي قام الليسي على الصباح كناش فاهمين برشا اللي صاير ما فهمنا كان من بعد ويبقى يوم انا نعتبره هو كي تجي تشوف التاريخ بيان سور ينجم يكون يتقرب بروية اكثر سيحكم. ولكن على العموم يعتبر ما يسمى بالتحول السلمي للسلطه مش يكونوا واضحين والناس ديما متشائمه بتاريخ تونس وديما تعتبر للفتره اللي عايشوا فيها اتعس الفترات حب نذكركم اللي راهو عشنا ما بين 84 و87 لاني ندافع على ابن علي ولا حتى شيء 84 و87 فتره انهيار الدوله وراو اللي عشناه من غسرات وقتها بالضبط. ومن خوف بالضبط. من أن تونس تنهار اكثر برشا من اللي قاعدين نعيشوا فيه المهم ما نكونوش تكون تكونش الذاكره كما قلت انت تكونش الذاكره معناها نضم صوتي لصوتك على مدى توا حوالي 60 سنه 65 سنه الحاجه الباهيه في البلاد هذه التحولات السلميه للسلطه بالضبط. بكل الاشكال سواء في مرحله النظام نتاع هكا الذي وصف بانه مستبد من بورقيبه بن علي من بعد كيف كيف حتى 2011 الضريبه صحيح بقى للاسف كان فيها دم نتاع ناس فهمتي معناها انزل في الشوارع ولكن عموما مقارنه بسوريا
اليمن بالبلايس في العالم الكل نشوفه فيها بفريقيا السوداء بعد الصورة اللي اعطتها تونس في الانتقال السلمي للسلطة من رئيس البيجي قايد السبسي السيد محمد الناصر من منصف المرزوقي السيد بيجي قايد السبسي وبعد الرئيس قايد السعيد من خذاها من عند سي محمد الناصر بعد وفاة السيد بيجي قايد السبسي هذا على الأقل التقليد اللي تونس راهو صحيح ما نقدروهش كمكسب ما راهو مقارنة بدول العالم وشعوب ومجتمعات أخرى راهو مكسب سلمى هلال تعطينا الأخبار في نهار سبعة يلا 37 دقيقة تسمعوا فينا في ميشيون بوسيبل على FM أحلى راديو كالعادة نهار اثنين الخبر ما نجمش يكون إلا رياضي تقريبا رغم اللي ما فماش برشا كورة فماش برشا لاعب الكورة في تونس عندها مدة ولات حكاية كواليس وحكاية أخبار وحكاية أحداث وتفاعلات وعرك ومعروك آخرها العركة هذه اللي حاصلة حول القائمة متاع الناخب الوطني جلال القادري اللي استدعاها للمشاركة تقريبا في طرابلس السعودية اللي هو النجم نقوله القائمة اللي بتشارك في نهائيات كأس العالم عركة كبيرة اللي أثارتها القائمة هذه والإعلان عليها خاصة في قصة حراس المرمى اليوم ولات ردود أفعال توضيحات البارح فريق الترجي الرياضي التونسي يطالب الناخب الوطني بتوضيح بعد تصريحه حول صدقي الدبشي قال أنا ما نجمش نتكلم فما أمور داخلية في الترجي هي اللي سبت معناها أني ما استدعيتش صدقي الدبشي الاسبيرانس قالت له يا سي جلال القادري وضح سيدي أنا أعطيتك بالميزوجني هالأمور الداخلية هذه مقابل استغراب كبير في أمام دعوات لي في على الأقل حراسة المرمى بدل صدقي الدبشي بحارس النجم الرياضي الساحلي أيمن البلبولي وإقصاء بعض اللاعبين كما برون أي كما برون يعني اللي يقول لك بدون أسباب واضحة يعني ما الذي يحصل في تقديرك مراد الزغيدي في كواليس المنتخب زعمة يحق للرأي العام أنه يحكم أنه يبدي رأيه أو أنه جلال القادري يعرف هو ايش عنده وش ما عندوش أكثر من غيره هو من الواضح أنه جلال القادري يعرف شو عنده ومن الواضح أنه جلال القادري ووديع الجري يعرفوا شو عندهم وأنه القرارات هذا سبق وقلناها منذ أشهر هي قرارات مشتركة تو احنا في نفس الوقت ماذا بينا نحلو في نفس الوقت نقولوا ليكيب ناسيونال باش تلعب أول ماتش بعد 15 يوم بالضبط أي. نهار 22 ماذا أي. بينا من هيجوش توا البوليميك لانه بصراحه هي جابت نعرف البوليميك. نعرف لا اللي قاعد نقوله انا نتابع في الكوره منذ تقريبا 30 سنه هي. نادرا مش ما نقولش عمري مريت فريق وطني ماشي النهائيات يا ما كاس افريقيا ولا كاس العالم في هذه الاجواء المشحونه البوليميك حول القوائم موجوده من اول الدنيا معنا ما نوليوش ملائكيين وموجوده في تونس وفي خارج تونس القائمات ديما فيهم وعليهم المره هذه فما اجواء مشحونه من قبل ودخلت معناها بعض الادوار ولا بعض استراتيجيات اللي انا ما فهمتهاش نتاع ضغوطات على الفريق القومي باش يتم استدعاء هذا مقابل هذا يبدو لي في فما حاجات مبالغ فيها جلال القادري سبق وقلنا انه مدرب وإن كان حقق نتائج محترمة مع ليكيب ناسيونال للدورة اللي فزنا بها في اليابان ورينا حاجات لكن ما عندوش الخبرة الاتصالية متاع مدرب لعب في مدرب الأندية الكبرى هذا التذكير مش نقعد نذكروها كل مرة نتمنوا له أنه ينجح وأنه يكذب ما يقال عليه في النهائيات لكن عمل أولا غلطة اتصالية معناها لا تغتفر في مسألة الحراس مدرب وطني في المطلق ما حسوبش يفسر بالتدقيق علي جبت هذا وعليش عيط لهذا هذا أوكي ولكن في نفس الوقت مدرب وطني عمره ما يحط روحه في هالموقف هذا اللي أعطى عمل تصريح معناها ما يسمى هدف ضد مرميه بربي خلينا نسمع التصريح كان موجود على الدبشي مراد بخصوص تصريحه مع صديقنا عادل بوهلال في 9 سبورت إذا باش نجاوب على صدقي الدبشي نحب نحترم الترجي الرياضي التونسي نحترم جماهير الترجي الرياضي التونسي بدرجة كبيرة نحترم رئيس الترجي الرياضي التونسي الشباب الترجي الرياضي التونسي يسمح لي باش نحكي في بعض الشؤون الداخلية لهذه أنا نتمنى عليها النجم يجاوب على السؤال هذا هذا مش عند عادل مش عند كونفيرونس بريس شو يقصد معناه ينجم يكون نبيل معلول نصحه باش ما يجيبش صدقي الدبشي معناه رمى قنبلة في وسط الترجي بالطريقة هي زايد التصريح هذا زايد لأنه أنت طبعا اللاعب اللي ما يطلوش النادي حتى لو كان ثم حاجة عمره ما هو الترجي باش يجي يقول لك راني انا طلبت منك انك ما تعيطلوش ولا انا ما نعتبروش الحارس الاول نتاعي معناها دخل روحه
في اون بوليميك مع كوميم بوليميك مع ليسبيرانس, معناها اكثر فريق يمول المنتخب الوطني من لعبيه, كان في غنى عنها وباش تزيد تدخلنا في حكايه نتاع ضبابيه ونتاع كواليس ونتاع شنو ضبابيه في اكثر من هكا مراد. هذا الكيب ناسيونال اللي في العاده يمشي المناسبات كبيره كيما كاس العالم يمشي محفوف بمناصره كل جماهير تونس. اليوم مقسوم اليوم بكل وضوح, جمهور لاسبيرانس قاعد يستنى في الكيب ناسيونال في الدوره نتيجه الحكايات هذه, وعنده الحق في ظروف من النوع هذا. في تقديرك, واخر سؤال فني خاطر معناها اسمح لي اني مراد نركز معاه في الحديث استاذ نجيب, واني غيب الجمعه هذه فوالا فوالا فنيا فنيا استدعاء ايمن المثلوثي تقريبا المثلوثي بربولي هو اللي خذا بلاصه صدقي الدبشي. هو اولا فنيا حسب تشوف مراد ومتابعتك تم تحذير الراي العام انه باش نهزوا حارس رابع اللي هي فيها وعليها صحيح القائمه فيها 26 لاعب مع 23 دونك ثم شويه فضوه باش نهزوا حارس رابع. احنا عشنا تجربه خايبه في كاس العالم 2018 وفي كاس امم افريقيا 2019 بالاصابات نتاع الحراس, لكن دعوه حارس رابع انا اصلا ما تبدو لي فيها وعليها. بعد دعوه حارس في عمر البلبولي في الفورمه الحاليه نتاع البلبولي اللي ماهيش فورمه اكسبسيونيل ورينا الاسبوع الاخير في البطوله فيها وعليها اثارت تثير جدل. البلبولي صحيح عنده خبره, صحيح ينجم يعمل شويه إحاطة بأيمن دحمان هذا ما وش غلط, لكن تمت على حساب أولا حارس كان يبدو واعد, وثانيا تمت كذلك على حساب لاعب كنا نجمو نعيطوله في وسط الميدان وإلا في الهجوم. يبدو أنه ماشي في حارس رابع مع التذكير القائمة الرسمية ما زالت البارح في بعض الكواليس أنا استفسرت شوية على مسألة ديلان برون قالوا لي لا راهو رئيس الجامعة كذب وديلان برون مش يكون موجود. كلمة أخيرة البارحة التربس حتى التربس في السعودية اللي مشاو له عدد ضعيف ياسر من الملاعبين البارح 16 ملاعب أقل مشاو له 12 ملاعب. يوسف المساكني كنت معاه البارح تحدثت معاه قال لي أنا عندي زوز ماتشوات في قطر ما نجمش نمشي. هذه جاتنا هدية من السعودية الجامعة تحب تعمل سياسة قل لك يجيني هدية من السعودية ما نرفضهاش باش ما يقولوش وأني أنا يعني دخلنا في حاجات بعاد برشا على الكرة. الأجواء ليست هادئة ليست مطمئنة. إن شاء الله وقت الكرة دور على التيران نهار 22 هذا الكل يتنسى. هذا ما نتمناه لكن هذا ليس مضمون بالضبط. البوليميك على فكرة الترجي هبطت البارح في محله تواسي جلال القادري ما زال كيهبط تدوينة زادة يفسر فيها الحكاية هذه يقول فيما يقول بخصوص المسألة هذه, وخير مثال بخصوص البوليميك الحاصلة ما حصل مع الحارس الشاب صدقي الدبشي صاحب 23 سنة الذي يبقى ابن المنتخب وهو في بداية المشوار. ونعود لبعض التفاصيل, هنا هي كلمة السر في تفسيره, المتعلقة بتحضيراته وبداية الموسم مع فريقه الترجي الرياضي التونسي. يعني يقصد أنه ما هوش عامل بداية موسم تخليه نجم يكون أساسي في أو موجود على قائمة المنتخب هذا وقت ما يش أمور داخلية أي وقت يطيش فيها وقت أنت رأيك أنت رأي المدرب ما يش أمور داخلية رأي المدرب وكأنه يطيش فيها بطريقة غير مباشرة نبيل معلول في الحكاية هذه. يلا نجيب نحب تعليق. كان في غنى عن هذا الكل جلال القادري جلال القادري والجامعة لعبوا شكتة بكتة. شنو شكتة بكتة؟ شكتة بكتة تكتيك جديد شكتة بكتة المسؤولية بتاعهم هما يرموا فيها عند الترجي وعند الهيئة المديرة بتاع الترجي, ومن هنا التحية للهيئة المديرة اللي هبطت بين واضح قالت له وضح لنا وقلنا شكون قال لك ما تهزش صدقي. قالت له وضح لنا وقلنا معناتها باش ترمي الكلام وانت مدرب منتخب معناتها مش معقول قلنا شكون قال لك ما تهزش من الهيئة المديرة ومرحبا حسب 007 ابو رهين علاش ما هزش صدقي جلال القادري؟ لانه في علاقه بالنجم الرياضي الساحلي علاقه قويه ونعرف انه ابو بتاعه سي حسين جنيح وسي حسين جنيح بوه ها جايك العدل لحظه تو نكمل لحظه برك سي حسين جنيح بوه رئيس النجم الرياضي الساحلي تو الجوار كي تهز جوار من ايكيب سي ابو رهين الجمعيه تاخذ 700000 دينار تاع شنو هذا 700000 دينار 700000 تاع الفيفا اي جوار تهزه من ايكيب الفيفا تعطي الجمعيه 700 مليون ايوه سي وديع الجامعه وديع الجريعه تهز مليار دوات للتوا في الوضعيه الماليه فيها التوا هزوا من البلبولي فبس صدق اي من البلبولي يقول لك باش يقتل الحراس اخي هو مدرب حراس وعملوا الملعبش عام كامل اي من البلبولي صدقي شبيبه ولاد صغير معناتها مازال في اوج العطاء بتاعه وجيت تعمل له كيك وبوليميك
والهيئة المديرة بتاع الترجي قالت لي لا ما تهزش وما تهزش لهنا ولت الكورة في تونس بتاع محابات كيفش نوزعوا الصور بتاع الفيفا بالجمعيات. الجمعية القريبة منا نعطوها أكثر فلوس والجمعية اللي لابس عليها كيت الترجي رايك نقصول رايك رايك نجيبه. لكن ما نعرفش أنا توا كي يقول لك جلال القادري وبالوضوح يقول لك أنا على خطر الاسبيرانس وانت تعرف هذه الحكاية هذه ما هيش من فراغ لأنه حتى جمهور الترجي في وقت من الأوقات منها غضب على على نبيل معلول لأنه نبيل السنة من الواضح استراتيجته في حراسة المرمى في الترجي هي إعادة إعادة شو اسمه معز بن شريفية كحارس أول للترجي والجمهور بتاع الاسبيرانس تذكر وقتها كيفاه تغشش برشا على نبيل ونبيل شادد صحيح يقول لك أنا بالنسبة لي نحب نعاود الثقة في معز بن شريفية هذاك عليه اللي خلى ظهر لي صدقي يدخل في الدوت يقول لك جلال القادري هذه المرميطة الداخلية بتاع الترجي هو الترجي عملت هكا انترينور الترجي عملت هكا انتم معلش دخلوا فيها في الحكاية يا سي برهاني نوب عليك راه مش انترينور الترجي حد شكون يمشي المنتخب راه انترينور المنتخب حد شكون يهزم الترجي بناء زاد على نصائح على التقارير وبناء على نصائح المدربين ما عندك تو جلال القادري ياخذ في نصائح المدربين هي يسمع بيسير يقول له ما يسمع كان وادي الجيري لا يقول له نبيل شنو رايك شنو تقييمك نمشي معك لبعد جلال القادري في بيرو بالتشكيلة اللي بتهبط طبعا مش هو الانترونور يا لا اله الا الله تي لا يزينا من هذه الحكايه اللي تزيد تشوش على الاجواء يعني الاجواء مشوش هو مدرب المنتخب يشوش على الترجي ويحب الترجي لانها مسنتره الهيئه المديره بتاعها ولا يرمي في يلمي في قنبله في وسط الهيئه المديره هاو الهيئه المديره هي ما باتش وطبعا نقول لكم عليها مش من فراغ مش من فراغ يعني من فراغ الهيئه المديره يا برهان الحجه على المدعى هاي الهيئه المديره هبطت بيان تكلمت تو انت تكلمت معناها بمنطق بتاع تاويل بالمعطيات اللي عملتها في علاقه بالبلبولي وفي علاقه بالمثلوثي والناس الكل تعرف اللي فما ازمه في الترجي حصلت شبه حاجه صغيره بدايه الموسم بخصوص حراسه المرمى وجمهور الترجي غضب على نبيل كيف يحب يرجع معز بالسيف على حساب صدقي الدبشي يعني جلال القادري ما انطلقش من فراغ في القصه هذه فما مشكله هاولوا البين قال فما مراد الواضح انه التصريح ماهوش في بلاستو لانه انت وقت ما تهزش جلال القادري ليه ترجي في بلاصتها في بلاصتها انت حليت بوليميك انترن في جمعيه ما طلبت حد شيء يا اخي ترجي وقتاش انت تنج تقول كان جاي ترجي هبط بليغ استنكر عدم تعود الدبشي انت شكون سالك علاش ما عيطتش جمهور الاسبيرانس جمهور الاسبيرانس شوف تنجم جمهور الاسبيرانس تغشش بالقدا فهمتي على ولده على صدقي كيف ما ماهوش موجود يقول لك في قائمه الاربعه لا والله كدرجه صفحات الترجي الكل تنتقد في شويه عاد كان ندخلوا في الصفحات كان مش ترد على الصفحات شنو اللي الدوله الفيسبوكيه اللي زاد الانتقاد مراد هو تصريح جلال القادري تصريح اللي زاد في تقديري انا البوليميك هذه أنه تقصي صدقي الدبشي جون طالع تعطيه فرصة كذا تعوضه بأيمن البلبولي حتى التوى حتى نشوف في البلاتو تبريرات بخصوص دعوة أيمن باقي معناها هل باب أنا ما نعرفش الجو الكورة كما يعرفها مراد قصة أنه والله نكرمه ملاعبي يحضر في كاس العالم نظرا لخدماته الطويلة وتجربته الطويلة في الواحد فما منها في منتخبات كبيرة فما ساعات مش تكريم في منتخبات هي بيبا ثابت والله أيمن أعطاه برشا للكورة وحد لا ينجم يشكك في ذلك يلا توا ما يسيرش نقاوله بلاصة باش يحط في الكاريير بتاعه أنه لعب كاس عالم هذه تتعمل الشكال هو شوف المنتخب مش كما النادي فما عنصري باش تعيط السببي جيب فيهم لعبة أولا الفورمة بتاعه وثانيا قدرته أنه يكون في وسط المجموعة عنده وزن معين أيمن رجع السنة كهوة في ثلاثة ماتشوات أي رجع عمناه الملعب جو حتى الماتش الأخريني مع الماتشوات الأخريني يعني معناها مباراة ملعب تونسي لكن عمناه شنو موجود على في الاحتياط وإلا ما هوش موجود جملة ملعبش موجود في الاحتياط ومن بعد أصيب ورجع هو عمل مجهود كبير باش يرجع في الفترة هذه انا مش هذي الاشكال المطروح هذا اللي هيج اكثر جماعه الاسبيرانس عاد في اللي يقول لك انا تنحي لي صدقي الدبشي وتعوضه لي مثلا كان عوضته بجارديان واحد اخر في الكورسة موجود وكذا في الواحد بتيت اللعبات تتفهم المقارنه ما انت عوضته مهما كان مدرب منتخب الوطني ما يردش على معناها انا ما راهوش كان هيجين كبير من جمهور الترجي انا شفته هيجين كان تحت هيجين بعد تصريح لا بعد تصريح قبل التصريح شوف ساعتها بقول لك حاجه جمهور الترجي تلموع شبعان بالالقاب انه يمشي حارس ثالث ماهوش اونجو كبير
نيميرو 1 في ليكيب ناسيونال، وهذا برأي الجميع أيمن دحمان. أيمن دحمان جماهير تقريب الأندية الكل موافق عليه تقريبا، ما فاسون بتجمش أنت تكون 100% موافقين عليه. معناها بون أنه جمهور في وقت من الأوقات ما عادش من الملاعب من لعبيته يتقلق شوية، عادي جدا. ما أنت ما كنش ما كانش لازم التصريح يلا بالطريقة هاي. يلا نفوت رفيق مع شيماء وبعد نرجعوا لاستئناف باقي كونغرس بوسيبل. برهان بسعيس على إي إف إم أحلى غاديو. 57 دقيقة ما زلتوا تسمعوا في ميسيون امبوسيبل على إي إف إم أحلى راديو. ما زلنا في أجواء الكورة، بدون كرة، كرة بدون خطط تكتيكية، كرة بدون أنها تبنبي على التيران، كرة في التصريحات وفي المواقف. تصريح سيد وزير الشؤون الاجتماعية سيد ملك الزاهي وهو في توديع المنتخب اللي باش يطير المملكة العربية السعودية ديجا طار من البارح، يقول المنتخب باش يرجع لنا الابتسامة، والأهم من ذلك التصريح اللافت لهنا، الإشاعات على الجامعة قذرة. يا أخي الحكومة مقسومة تجاه الجامعة التونسية لكرة القدم، وزير الشباب والرياضة يخوض في حرب مقدسة ضد وديع الجري، ووزير الشؤون الاجتماعية يدافع على وديع الجري ويبرئ من الإشاعات القذرة. ماذا يحصل؟ هل هو تبادل أدوار سياسي؟ هل غيرت الحكومة موقفها من الجامعة التونسية لكرة القدم إلى درجة أنه تدافع على الجامعة وتقدم لها كل قرائن البراءة مما لحق بها من إشاعات؟ ما الذي يحصل؟ خلنا نسمع ملك الزاهي في الأوديو ونسمع رأيكم. جينا اليوم لهنا باش نعدوا رسالة تشجيع للمنتخب التونسي اللي في اللحظة دي ماشي في مهمة نعتبرها مهمة وطنية كبيرة، باش يجيبونا رسالة متاع طمأنة ويزرعوا الأمل للتوانسة اللي فقدوا الضحكة منذ سنوات، وإن شاء الله باش يرجعوا الأمل ويرجعوا الابتسامة للتونسي اللي يستنى فيها عنده برشا. كما تعرف أنت الإشاعات اللي موجودة برشا، سقوط أخلاقي كبير. احنا جينا لهنا باش نرجعوا ثقة الشعب التونسي للدولة ولمؤسسات الدولة، وهذا دورنا. كذلك نحب نفند كل الأكاذيب والإشاعات اني راي الدولة كلها تخدم مع بعضها، مؤسسات الدولة كلها مع بعضها نحو نجاح هذا المسار اللي بإذن الله باش ينجح. ناس استعملوا في أساليب قذرة أقل من نجم نقول، ولكن راهو باش ننتصروا، والليكيب ناسيونال هذه باش ترجع الأمل وترجع الابتسامة للتوانسة اللي عندهم برشا فقدوها. يعني آخر إشاعة تقريبا خرجت مليح نهار الجمعة زياد بخصوص الاس دي سات، ووضع يعني أعضاء المكتب الجامعي على قائمة الاس دي سات، هي قائمة استشارة، ولو هي راهي كل الشخصيات الوطنية تقريبا والناس العاملين في الحقل العام كلهم اس دي سات. يبدو ما فهمتش علاش اعتبروها إشاعة الحكاية. الاس دي سات ماهيش منع من السفر، هي الاستشارة قبل السفر. ديما كي ماشي من المطار ولا ماشي من أي ميناء بري أو بحري أو جوي يشاوروا عليك الخروج. هذه من 25 جويلية يا مراد، من 25 جويلية الشخصيات العامة الكل اس دي سات. أنا ما فهمتش علاش اعتبروها إشاعة الحكاية. رجال القانون، رجال القانون يعتبروا وانه الاس دي سات نتاع تدابير استثنائيه. واحنا في التدابير الاستثنائيه، خرجنا من التدابير الاستثنائيه نورمال، مو خرجنا من التدابير الاستثنائيه. خلينا نسمع راي زياد في الحكايه هذه. وزير الشؤون الاجتماعيه يقول يزيو هذه اشاعات قذره، فما حد شيء بيننا وبين الجامعه. انا فيما يتعلق بعالم الرياضه بالذات ما عنديش معناتها رياضه، هذه سياسه زياد كذا. لا نحكي لك يعني شنو هو صاير في الجامعه وشنو الاشاعات اللي ضده وكذا، ما عنديش اطلاع. لكن من ناحية مبدئية أن نعتبر أن التصريح بتاع وزير الاجتماعية في محله. نحن اليوم عندنا في منتخب باش يرفع الراية بتاع تونس، الراية بتاع البلاد، يلزم كيما قلوب التوانسة كلنا معاه ماذا بينا نخفوا عليهم فهمتني الضغط والحاجات الزايدة فهمتني كلها. دونك نعتبر أنه تصريح وزير الشؤون الاجتماعية في تقديري أنا، وأنا ما عنديش خلفية التصريحات هذه، لكن من حيث المبدأ نعتبر أنه هذا هو مطلوب. غفران سيد كمال دقيش يبدو في عزلة داخل الحكومة، وملك الزاهي جبد به البساط، مسؤولي وزارته خرجوا في البلاتوات جمعة قبل المشاركة هذية ولا بداية التربص. سي شكري حمدة وهاي القضايا، وهاو وديع الجري عنده 5 قضايا، وهاو يلزموا يبدأ المحاكمات، وهاو يبدأ القوانين، وخرجت العباد وسيادتك وسي نجيب وغيرهم في نفس النغمة. يجي توا سي ملك الزاهي باللغة العامية بتاعنا يسلل فيشة ويقول لا، مؤسسة الدولة كل تخدم بانسجام
وكفوا عن هذه الإشاعات. كفي يا غفران كفي أنت ونجيب على الإشاعات بصفة بالقبيلة. ما ليتوش الشيء هذا يعني علي. ما ليتوش كلامه أنا أعتبره عادي جدا. شنو قال هو غزر؟ قال بالعكس هو يعني اللي ماهيش الوزارة أو الحكومة هي قاعدة اللي تبث في الإشاعات والكل هو اللي تنتبر أي يمكن تنتبر للنفس والكل. يقول لك راهو هنا نخدمه في انسجام والكل وان بلوس فما كوب دو موند يعني بيانتو والكل. دونك بالنسبة لي أنا سيد كامل دقيش ماهوش في عزلة بالعكس يعني هذاك هو موقف وهو ايوه. وكسي كامل دقيش البارح كان موجود يعني في 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 المطار وكان كانت الناس كل موجوده وخرجوا صور جميله والكل فهمت. توا خلينا نركزوا في الـ في الـ في الـ في الكوب دو موند. ولكن عندي سؤال شو هزوا سي ملك الزاهي يعني علاش مشي يعني وصلنا وفهمنا يعني وزير الشباب والرياضه وزير النقل وزير النقل بون على الطياره على الطياره ما ماشي باش يحكي لهم على التجربه المصريه الرائده في كيفاش ما وصلوش كوب دو موند؟ شنو هي الحكاية؟ طلعك وحدك تكلم احكي يا سي نجيب احكي احكي شو تحكي؟ تفضل تفضل يعني من الواضح انه فما عركة في وسط الحكومة مادام جناح كمال دقيش قاعد يغمز قاعد يغمز قاعد يغمز اي وحده وحده ويحبوا يعزلوه بالجد. المعلومات اللي عندك 007 في الحكومة سي كمال دقيش وزير الحكومة التونسية وزير رئيس الحكومة نجلة بودن الأمور منظمة بتاع الدولة تصريحات ملك الزاهي معقولة جدا وما جبتش الجمع أصلا لا بالخير لا بالشر. قال إشاعات في المهموت على شكون الله أعلم فهمني. فما إشاعات بالحق لأنه وقت اللي الفيفا تبعث مراسلة تقول راهو إذا كانت تحلوا الجامعة ناخذوا إجراءات وكذا وكذا هذيك إشاعة لأنه الدولة مش ناوية باش تحل الجامعة. إذا كان وديع الجري عنده قضايا القضاء هو المحدد معناتها دولة تمن الحكومة هذه تمن بسلطة القضاء. شو مشى يعمل ملك الزاهي في المطار تقول لك غفران بنوس وزير في الدولة التونسية إيه وزير الشؤون الاجتماعية على ما مشاش وزير الصحة على ما مشاش وزير الفلاحة هو أقرب المطار هل وقت هل هذا يؤكد طموحات اليوم الملك الزاهي في إطار الصراع المحتدم داخل أوساط رئيس الجمهورية لخلافة هكا يتوقعوا أو يتوهموا ما نعرفش كيفاه لخلافة السيدة بودن ملك الزاهي في الإطار هذايا يعمل في الحملة الانتخابية الدعائية متاعه لنفسه 7/11/2022 أيوة نجلة بودن رئيس حكومة وملك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية خلينا الكواليس من يحدد ذلك الرئيس قيس سعيد توا في الجامعة جيب لنا في الكواليس ويعملوا في هدية في هدية لغة خشبية رسمية ويحددوا هو كذا عندك معلومة ولا فما طموحات ملك الزاهي يحب يولي رئيس حكومة ولا يحدد رئيس الجمهورية مالك يا ولدي يخدم عنده تونس طموحات ملك ولا الزاهي يخدم تونس في أي بلاصة يحطوه فيها يلا ميتي وبعد الأخبار وبعد توا يعطينا الإجابة بعد شوية مكملين في إيميسيون إمبوسيبل مع بورين بسايس على إي إف إم أحلى غد.